نحضر ضيوف لرفقاتنا اليوم. بدنا تمر، روز، قمر الدين، وصابع شوكولا. منبلش مع اصبع الشوكولا، بنحطه على قمر الدين، بنقص قمر الدين اكبر منه من لفه، وهيك صار عنا اول قطعه. بنكرر هالمراحل عده مرات، وبنلف قمر الدين منيح على اصابع الشوكولا. شكله مشاهي. وهلا منبلش بنوع الضيف التاني، تمر محشي باللوز. طريقة هيني، منقص التمر، منشيل البذرة منها، ومنحط اللوز، ومنصفهم بالصينية. هيك صار عنا الضيافة غير شكل.